أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، ونبدأها كالعادة بالعناوين. 3 ملفات في انتظار المحافظ الجديد للعاصمة المؤقتة. ناجون من معتقلات الميليشيا يتحدثون، 70 معتقلا في غرفة واحدة والكهرباء لتعذيب الجميع. المغاربة يقرعون الأواني الفارغة معترضين على سياسة حكومتهم. فرنسا تنتخب رئيسا جديدا وماكرون يتصدر استطلاعات الرأي. أهلا بكم. تكشف شهادات مختطفين عاشوا تجربة الاعتقال لدى ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح عن روايات مرعبة حول التعذيب والموت في السجون، فقد تنوعت الأساليب بين الصعق الكهربائي والضرب المبرح والكي بالنار واستخدام الأسلاك الكهربائية وأساليب تعذيب أخرى. وأكد ناجون من سجون الميليشيات لعدن تايم تعرضهم لأصناف التعذيب مع تكبيل أيديهم وأرجلهم والضرب وحشية ما تسبب في كثير من الأحيان بنزيف دمائهم دون تلقي أي علاج، في حين كان يموت البعض في جلسات التعذيب. نبيل الأقحش أحد المعتقلين المحررين يقول إن أغلب المعتقلين أجبروا على الإدلاء باعترافات تحت الإكراه ثم توثيقها والتوقيع على أوراق تعرض حياتهم وحياة أقاربهم للخطر في حال إفصاحهم عما يجري لهم من تعذيب أو عن أماكن احتجازهم أو المتسببين باعتقالهم. فؤاد الأحمدي أحد الأسرى المفرج عنهم يتذكر كيف قامت الميليشيات باحتجاز أكثر من 70 معتقلا داخل غرفة واحدة في حي السفارات بخور مكسر، وكيف وضعت عددا كبيرا من المهندسين والأكاديميين في نفس الزنزانة مع مرضى نفسيين، وهو ما حدث داخل السجن المركزي بصنعاء. يسكن نازحو منطقة الكدحة في ريف تعز داخل خيام يتسرب إليها المطر. نازحون هجرهم الحوثيون قصرا من منازلهم وتمركزوا فيها، ويتابع موقع الاشتراك نت في تقريره: النازحون في هذه المنطقة بحاجة إلى خطة إغاثة شاملة لا تقتصر على عملية إيصال المواد الإغاثية لمرة أو مرتين، وإنما إلى وضع خطة شاملة. ويضيف التقرير: تحدث النازحون عن فقدان الأمان، عن البرد الذي يعانون منه، عن الحاجة لخزانات المياه، عن الخيام البدائية التي يتسرب إليها المطر، عن الأطفال الذين لم يدرسوا هذا العام ويذهبوا يوميا إلى السوق مشيا على الأقدام للحصول على مساعدات. كما تحدثوا عن زيادة الخلافات الزوجية وتأثيراتها النفسية وفقدان الأزواج لأعمالهم، عن الظلام الذي ينامون فيه ليلا دون وجود أي إنارة يستأنسون بها في الجبال والوديان ليلا. على نار هادئة ناقش سامي الكاف ما سمي ببيان عدن التاريخي، وذلك في مقال نشره في موقع الملعب، وقال في أجزاء من المقال: لا يذكرون اسم اليمني في خطاباتهم مطلقا، يعتقدون أنهم غير يمنيين ويؤمنون بذلك ووفقه يتصرفون حتى ولو كانت تصرفاتهم منافية للعقل والمنطق، ومن ثم يريدون إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء بنفس الأدوات وذات الأساليب. جاء فيما سمي بإعلان عدن التاريخي رفض قرار رئيس الجمهورية عبد رب منصور هادي بإقالة عيدروس الزبيدي من منصبه كمحافظ لعدن، بل وتم اعتبار قرار الإقالة غير شرعي مع أنه صادر عن رئيس الجمهورية، ما يعني أن شرعية قرار تعيين عيدروس الزبيدي محافظا لعدن من قبل رئيس الجمهورية يفوق شرعية رئيس الجمهورية نفسه، وهو ما لم يحدث من قبل لا في تاريخ الجمهوريات ولا في فترة ما قبل تاريخ الميلاد. منطق احتساف الحقائق يتواصل حتى لو أتى ليتصادم مع التحالف العربي ومجلس الأمن الدولي، فقد جاء بنص، وحيث أن عاصفة الحزم والأمل قد شكلت منعطفا جديدا في تاريخ المنطقة وخلقت واقعا إيجابيا في أرض الجنوب كنتاج للمساهمة الفاعلة للمقاومة الجنوبية بكل أطيافها بتحقيق النصر العظيم بمساندة ودعم دول التحالف العربي في تحرير مناطق الجنوب والتصدي وطرد ميليشيات الغزو الحوثي العفاشي، إلا أن تلك الانتصارات
لم تشفع للمقاومة الجنوبية لتكون شريكاً فاعلاً في العملية السياسية، بل تم إقصاؤها وتهميشها والتآمر عليها والتنكر لدورها واستثمار تلك الانتصارات من قبل قوى الإرهاب السياسي المهيمنة على سلطة القرار والمعادية لتطلعات شعب الجنوب. انظروا إلى الجرأة في اعتساف حقائق الواقع بكل مفرداته وتجلياته التي أتت على نحو صادم. ثلاث ملفات تنتظر محافظ عدن الجديد، ووفقا لما نقله موقع بوست عن المحافظ عبد العزيز المفلحي، فإن من أبرز أولوياته في المرحلة المقبلة هي إصلاح وتحسين الخدمات الرئيسية في العاصمة المؤقتة، وتحديدا الكهرباء والمياه والطرقات وغيرها من الخدمات الرئيسية المتصلة بحياة المواطنين. وأكد المفلحي أن ضمن أولوياته تثبيت الوضع الأمني والاستمرار في محاربة التطرف والإرهاب، ودعا جميع القوى إلى التعاون لإعادة الحياة إلى مدينة عدن بعيدا عن التباينات والخلافات السياسية. وأشار المفلحي إلى مسألة أخرى ضمن أولوياته، وهي إعادة إعمار ما دمرته الحرب التي تشنتها ميليشيا الحوثي وصالح على عدن عام 2015. إلى موقع عدن الغد بدوره يتساءل في صفحته الرئيسية: هل يتمكن المحافظ المفلحي من النهوض بملف الخدمات في عدن؟ ويقول الموقع إن أمام المحافظ الجديد جملة من التحديات، أبرزها ملف الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء، وتعاني العاصمة عدن من أزمة خانقة في الكهرباء، حيث يتم تشغيل الكهرباء لساعتين ثم يعقبها انطفاء لأربع ساعات في ظل رطوبة عالية ودرجة حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية. ويضيف الموقع: يعول المواطنون في العاصمة عدن على المحافظ الجديد للنهوض بمدينة العاصمة مجددا، أو بمدن العاصمة مجددا، بعد النكسة الخدماتية التي تعيش فيها. عن الحال السيء الذي آلت إليه عاصمة اليمنيين صنعاء، كتب عصام الأحمدي متأسفا على حال مدينة كانت مختلفة تماما عن حالها اليوم، وقال في مقاله المنشور في موقع بوست: بالنظر إلى حال العاصمة صنعاء هذه الأيام، ندرك حجم الكارثة التي حلت بالبلد وما أفرزته الحرب من تدهور عام في مختلف القطاعات وتوقف الكثير من الخدمات الأساسية، حتى وصل الأمر إلى عدم صرف رواتب عمال النظافة والتي كان بالإمكان تفويرها من عائدات أمانة العاصمة لوحدها. لكن عدم الصرف نتج عنه ردة فعل غاضبة تمثلت بإضراب عمال النظافة ليتركوا شوارع العاصمة ساحة مفتوحة لأكوام القمامة والنفايات، حيث ترافق هذا مع انتشار مخيف لمرض الكوليرا في صنعاء وبعض المحافظات، نتج عنه وفاة عدد من الأشخاص، بينما يرقد عشرات المصابين في المشافي في ظل ارتفاع معدل الإصابة بالمرض وزيادة احتمال انتشاره، خصوصا مع موسم الأمطار وتراكم القمامة. ليس هذا فحسب، فالخدمات الصحية في أسوأ حالاتها، والمستشفيات تشكو نقص الإمكانات اللازمة لمواجهة الكوليرا، وسط تذمر كبير من منتسبي القطاع الصحي لعدم صرف مرتباتهم، ما يؤثر سلبا على جودة الخدمات الصحية. وبهذا نكون قد وصلنا إلى أعلى درجات الفشل في إدارة الشأن العام، وأصبحنا نعيش مرحلة غير مسبوقة من اللامبالاة بحياة الناس الذين أنهكتهم الحرب وقتلهم الجوع والمرض. إلى موقع المصدر أونلاين، والذي عنوان: وزارة الأوقاف تعلن بدء التسجيل لموسم الحج، وتحديد الرسوم ب 5850 ريال سعودي فقط. وكالة الأنباء اليمنية نقلت عن وزير الأوقاف أحمد عطية قوله إن الوكالات المعتمدة جرى توزيعها بين جميع الأقاليم الستة، بحيث شملت هذه السنة كل محافظات البلاد. وأشار إلى أن تسجيل الحج هذا العام يبدأ من يوم 15 من شعبان وينتهي في 5 من رمضان برسوم تبلغ 5850 ريال سعودي فقط، وتشمل أجور السكن في مكة المكرمة والمواصلات للحرم المكي، كما يشمل المبلغ أجور النقل إلى المدينة المنورة والخدمات الإضافية للمخيمات المتخصصة أو المخصصة من قبل المؤسسة المطوفة والعديد من الخدمات الإضافية الأخرى والأجور الإدارية الخاصة بالحج. وحذر وزير الحج أو الحجاج
من التعامل مع وكالات غير معتمدة أو دفع مبالغ أكثر من المبالغ المحددة من قبل الوزارة، كما هدد الوكالات التي ستضيف مبالغ أخرى بالمحاسبة. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. صحيفة العربي الجديد تحدثت عن مرض عاد للظهور مجددا في اليمن، وقالت على الرغم من أن شهر مارس شهد إعلانات رسمية عن انخفاض حالات الإصابة بالكوليرا تبعا لجهود منظمة الصحة العالمية، عاد المرض للانتشار في اليمن منذ أسابيع، فإن موجة ثانية من مرض الكوليرا بدأت بالانتشار سريعا في مناطق يمنية مختلفة، فقد جرى الإبلاغ عن 304 حالات اشتباه بالإضافة مصابة بالكوليرا، كما تطلب وضعها في المختبرات لمعرفة النتيجة النهائية. وبحسب مصدر خاص في وزارة الصحة والسكان، فإن حالات الاشتباه التي ظهرت في عدة محافظات كانت في محافظة صنعاء وحجة والحديدة وإب والمحويت وتعز والضالع. ومنذ بدء انتشار المرض في أكتوبر عام 2016 بلغ مجموع حالات الإصابة بالكوليرا 23,506 حالات، بما في ذلك 108 حالات وفاة بالمرض. 30 مليون جائعا في العالم العربي، عنوان لصحيفة الحياة اللندنية والتي قالت في تفاصيله. أظهر تقرير صدر حديثا أن العالم يواجه أضخم أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية، ففي عام 2016 عانى 108 ملايين شخص أزمة حادة في تأمين الغذاء وصلت إلى حد المجاعة. وتتابع الصحيفة: أما الذين يعانون من نقص مزمن في التغذية حول العالم فيصل عددهم إلى 800 مليون نسمة، أي نحو 9% من البشر. ففي عام 2017 أعلنت المجاعة رسميا في أجزاء من دولة جنوب السودان، مع مخاوف من حصولها قريبا في نيجيريا والصومال واليمن. ووفق التقرير العالمي لأزمات الغذاء، يفتقر 60 مليون شخص في العالم العربي إلى بعض الخدمات والمواد الضرورية للحياة. نصف هؤلاء واجهوا أزمة حادة في توفير احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وخاصة في اليمن وسوريا والسودان والصومال والعراق وجيبوتي. العالم العربي وعقدة المخلص الأمريكي، تحت هذا العنوان كتبت مؤلفة كتاب رحلتي مع هيلاري كلينتون كيم غطاس مقالها المنشور في فورين بوليسي. وقالت الكاتبة: كلما تأملت علاقة الحب الكراهية بين الشرق الأوسط وأمريكا فإنني أعمد إلى نفض الغبار عن صفحات كتاب اكتشفته مؤخرا. التقطت ذلك الكتاب الصغير مرة أخرى. في المقدمة يكتب المؤلف: لقد دعوت الولايات المتحدة إلى الاطلاع بإعادة الإعمار في سوريا، شارحا أن الهدف من مجلده القصير ليس تقديم معالجة عامة وشاملة لموضوعه، وإنما التعبير عن رغبة شعب مضطهد في الخلاص. إنه تعبير موجز عن الأمل المتقد بأن تستجيب أمريكا لدعوة المظلومين ودعوة قدرها الكبير بالذهاب لنجدة الشرق الأدنى. في الحقيقة يشكل أمريكا أنقذ الشرق الأدنى كتابا صغيرا غريبا كتبه في العام 1918 إبراهيم الرحباني، ويبدو أن كاتبه يلخص الآمال التي كانت المنطقة قد علقتها على أمريكا، حيث بدأ أن الكثيرين في المنطقة لم يقطعوا الأمل من تدخل أرض الفرصة. ومع أنه كتب خلال أهوال الحرب العالمية الأولى التي جلبت على المنطقة مجاعة مدمرة، فإنه يظل يذكر بأوقات أكثر براءة لصورة الولايات المتحدة أو لعلاقاتها مع العالم العربي على حد سواء. عندما سألت مسؤولاً رفيعاً في إدارة أمريكا عن السبب في عدم استجابتهم للدعوات المطالبة بتدخل أكثر لقوة في سوريا، نظر المسؤول إلي محتاراً وقال: سمي لي تدخلاً عسكرياً أمريكياً ناجحاً واحداً بعد الحرب العالمية الثانية. ما يحتاج ترامب إلى فهمه هو الدرس الذي تعلمه جورج دبليو بوش وهو يقف على منصة في العراق بجوار رئيس الوزراء العراقي نور المالكي في كانون الأول ديسمبر 2008.
إن المحرر الذي يكون محل للحفاوة في أحد الأيام يمكن أن يتلقى حذاء يرمى على رأسه في اليوم التالي. لعل ما قد يساعد ترامب على التعامل مع العواطف المتقلبة التي تثيرها أمريكا في الشرق الأوسط هو أنه شخص انفعالي يتصرف برد فعل انعكاسي مثلنا نحن تماماً. اليوم يحتفي البعض في العالم العربي بدونالد ترامب، لكنه ينبغي ألا يتفاجأ إذا وجد هؤلاء الناس أنفسهم يلعنون اسمه غداً. الخبر الأكثر مطالعة ليومنا هذا والذي يغطي واحداً من أهم أحداث العالم، حيث ينتخب الفرنسيون رئيساً لبلادهم. وقالت صحيفة القدس العربي فرنسا تنتخب رئيساً جديداً وماكرون يتصدر استطلاعات الرأي. وتفيد الصحيفة أنه بعد حملة انتخابات صاخبة مليئة بالفضائح والمفاجآت، سيقرر الناخبون الفرنسيون ما إذا كان المرشح الوسطي المؤيد للاتحاد الأوروبي أم المرشحة اليمينية المتطرفة المعادية للتكتل والمناهضة للهجرة سيقود بلادهم خلال السنوات الخمس المقبلة. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الفرنسيين سيختارون إيمانويل ماكرون ووزير الاقتصاد السابق البالغ من العمر 39 عاما الذي يريد رأب الصدع بين اليمين واليسار. لكن إذا حدثت نتيجة غير متوقعة وفازت مارين لوبان مرشحة حزب الجبهة الوطنية، فإن مستقبل الاتحاد الأوروبي نفسه قد يكون في خطر حقيقي. شبكة البي بي سي قالت إن بوكو حرام تطلق سراح 82 فتاة من طالبات تشوبيك. وبحسب مكتب رئيس الجمهورية فقد أطلقت جماعة بوكو حرام النيجيرية المتشددة سراح 82 فتاة من إجمالي 276 فتاة كانت اختطفتهن جنوب شرقي البلاد منذ 3 سنوات. وقال مسؤولون إن ذلك جاء عقب مفاوضات أجرتها الحكومة مع بوكو حرام مقابل الإفراج عن سجناء، حيث سلمت الفتيات اللائي نقلن من منطقة نائية تحت حراسة مشددة إلى قاعدة للجيش في مدينة بانغي قرب الحدود مع الكاميرون. لا يتوقف المحتجون في مختلف أنحاء العالم عن ابتكار أساليب جديدة للتعبير عن اعتراضهم. ووفقا لموقع هاف مون بوست فقد احتج المواطنون في المغرب بطريقة مختلفة، حيث شارك آلاف المواطنين شمال المغرب في تجمع للضرب على الأواني في شكل جديد من أشكال الاحتجاجات أو من أشكال الاحتجاج في تلك المنطقة التي تشهد تظاهرات منذ 6 أشهر. ويضيف الموقع تشكلت مجموعات صغيرة في وقت مبكر وبدأت تجوب شوارع وسط المدينة مصدرة أصواتا عالية بالضرب على الأواني وغيرها من أدوات المطبخ أمام المقاهي والمحال قبل القيام بمسيرة داخل المدينة والتجمع في إحدى ساحاتها. وندد المحتجون بالدولة الفاسدة ورددوا شعارات مثل لا للعسكر ولا للذل وكلنا ناصر، في إشارة إلى قائد التحركات ناصر الزفازي الذي خطب بالحاضرين فيما بعد. صحيفة العرب الجديد رصدت بكاميراتها تهجير الدفعة الثانية من سكان حي الوعر بسوريا، حيث حضرت الحافلات الخضراء لحملهم إلى المجهول الذي قد يكون أكثر أمنا من الحي الذي نفذ فيه النظام السوري العديد من المجازر. نتابع بعضا من هذه الصور. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم الآن مع مجموعة من رسوم الكاريكاتور. دمتم بخير.